طيب بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم في في آخر موضوع اللي هو الانكودر ديكودر موديل. طبعا هنحكي عن الاتنشن والكونتكتشوال امبيدنج. طيب اوكي، طيب في هذا الباب هنحكي على موضوع اللي هو سيكونس تو سيكونس موديل او انكودر ديكودر. فبدي اعمل لك هايلايت لهاي، خليني اعمل سيف. وبالتالي خليني اكتب لك اياها هنا. انت عندك سيك تو سيك معروف، هذا سيكونس تو سيكونس، تمام، اللي هو عبارة عن ال انكودر ديكودر، انكودر ديكودر موديل. هذول الاثنين مترادفات، يعني مرادفات لبعض. طيب هذا كلام انه احنا شفناه سابقا، تمام، انه انا عندي هول ان ذا جراوند، هذا الاوتبوت عملنا بريدكشن لهذه الوورد، اخذناها كانبوت واستخدمنا السياق هذا، شطبنا الهول، فبالتالي ان ذا هول جراوند ذير عشان نعمل بريدكشن للنيكست وورد اللي هي ليفت اند سو اون، هي شانون جيم. فبالتالي هنا البيلدينج بلوكس انه انا عندي هنا هذا الانبوت، تمام، الانبوت فيه بريفكس، وانت عندك هذه اوتو جنريتد، بمعنى ذلك انه انت استخدمت يعني انه بشكل متكرر ريبيتدلي بطريقه الشانون جيم، انه انت استخدمت هذا الاوتبوت وعملت له فيد هنا كانبوت عشان تعمل بريدكشن للي بعديها اند سو اون. النتورك اركيتكتشر انه انت عندك هاي الانبوت امبيدنج، بعديها ار ان ان سوفت ماكس، وهي الوردز اللي بتطلع معايا بهذا الشكل، تمام، هذا الكلام مر علينا سابقا. طيب وين مستخدم الانكودر ديكودر؟ مستخدم في تطبيقات عديدة، زي ايش؟ زي الماشين ترانسليشن، زي السمرايزيشن، كويستشن انسرنج، ودايالوج موديلنج. فبالتالي الانبوت بيكون عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن سيكونس. هجيت ايش الفكرة في الموضوع؟ انه انت في عندك انكودر، والانكودر هو بطبيعة الحال بيكون عبارة عن نتورك منفصلة، تمام؟ فبالتالي بتاخذ للانبوت سيكونس وبتروح بتعمل لي حاجه اسمها انه كنت كونتكتشوالايزد ريبريزنتيشن للانبوت هذا، تمام، وهذا الريبريزنتيشن بنروح بمرره لديكودر، واللي هو بطبيعه الحال عباره عن نتورك ثانيه. وظيفه الديكودر انه يروح يطلع لي، ياخذ الانبوت الانكودد انبوت هذا وبيروح يطلع لي انه سيكونس تاني بهذا الشكل، تمام. بهذا الشكل عشان انت تتخيل الموضوع كيف هادي. تخيلها زي هيك. فبالتالي هذا عبارة عن انكودر RNN network، تأخذ سيكونس والاوتبوت عبارة عن فيكتور، انكودد فيكتور، واللي هو بيمثل الكونتكست. وهذه عبارة عن نتورك منفصلة RNN برضو،
ايش الوظيفه تبعتها؟ ديكودر، دي بتعمل ديكودر، بتاخد الانكودد انبوت هذا او الفيكتور هذا او الكونتكست فيكتور، هو فعليا هيك اسمه، تمام، وتروح تطلع لي سيكونس في التارجت لانجويج، انه هاي انت عندك الانبوت، انا عندي اي ام ا ستودنت، بيطلع انت عندك الاوتبوت زي هيك. هذه بتتدرب انه تاخذ لما يكون الاوتبوت زي هيك يطلع لي جوسوي بوت يو دونت، تمام. طيب فعليا اللي احنا تعلمناه في اللانجويج موديل انه احنا ايش نسوي؟ نسوي شغلة زي هيك، صح؟ انه انا اديله بريفكس عشان اعمل بريدكشن للنكست، صح؟ طيب ماذا لو احنا اخذنا، بس قبل هذا الكلام لازم تتعرف على حاجة اسمها الباي تكست. ايش هو الباي تكست؟ او له مسمى تاني اللي هو بارلل تكست. ايش هو البارلل تكست؟ انه انت عندك بيكون هو عبارة عن لارج تكست كوليكشن تتكون من بير اوف سنتنسز ان ديفرنت لانجويجز، وهي عبارة عن ترانسليشن اوف ايتش اذرز بالضبط. فبالتالي بارلل كورپس، فبالتالي ممكن انه انت تحددها بانه يعني ممكن تكون انت عندك زي هيك، هذا ممكن تسميه السورس، ونقول انه هلو او مرحبا، خلينا نبدا بالعربي، كيف الحال، والجمله الثانيه تمام، وانت كيفك. فبالتالي انه هي محطوطه في سيبريت فايل لاين الايند لاين باي لاين. هذه عربي، الانجليزي كيف راح تكون؟ هالو هاو ار يو، شو كتبنا بالعربي؟ فاين اند يو، انه لازم تكون اكزاكت، هنا ما فيش كوما، اوكي زي هيك، وهنا ما فيش علامه، ما فيش علامات استفهام، اوكي بهذا الشكل. او في عندك ريبريزنتيشن تاني، انه انت بتعملهم في فايل واحد ببساطه، تاخذ الانبوت هذا، او خلينا ناخذ الانجليزي اول، تمام، تاب، بدي انا احط اكتر من تاب عشان يبين الفاصل معاك، ونروح اخذ الجملة اللي بالعربي. فبالتالي ممكن انت تاخذ الانبوت هذا وتعمل سبليت زي ما اخذنا دالت سبليت في البايثون، انه سبليت باي تاب بالضبط تاب. فبالتالي انت بتاخذ السورس والتارجت سنتنس. ناخذ الجملة الثانية عشان توضح الصورة اكتر، هاي السطر تاني، وهي الترجمة تبعتها بهذا الشكل، تمام. هذا ايش اسمه؟ parallel text او by text، تمام. حقيت احنا لو عملنا هذا الكلام انه حطينا فيه ماركرز، والجملة الثانية نفس الشيء، وديناها وبنينا لانجويج موديل، فاهم الفكرة كيف؟ فاهم علي ايش انا بحاول اقول؟ فبالتالي انا بديله الانجليش كونتكست، وبعمل انه بريدكشن للنكست وورد للنكست وورد لغاية لما اصل للعربي،
وبعرف بداية الجملة ونهايتها من الماركرز هدول، وبعمل اكستراكت للتارجت او للترانسليتد سنتنسز من الماركرز هدول. هورجي لك اياها هنا بالرسمة. شايف هنا lived a hobbit، هذه الماركر اكيد انت عندك بداية الماركر هنا موجود، تمام؟ فبالتالي انه من نهاية الماركر عملت prediction ل انه هذا دخلته كانبوت، تمام؟ وبالتالي انه انت بديت انه انت تعمل prediction للتكست بالتارجت لانجويج. بالمناسبة فيفون فيفيت هي ليفت، تمام؟ والهوبيت هي الهوبيت اكيد بطبيعة الحال. ا بتصير اون، تمام؟ هذا اعتقد انه هو اسباني، فبالتالي هاي بكون السورس والتارجت بهذا الشكل. فبالتالي لغاية لما وصلنا للانت ماركر، بدي اياك تطلع على هاي بشكل كويس وتقارن هذا الكلام مع هذا. لاحظ ايش الاختلاف انت عندك هنا، prefix auto-generated completion، اما هنا نفس الكلام بس صار هذا source وهنا target، انه الجملة وترجمتها عملنا لها concatenation في جملة واحدة، فبالتالي هو بتعلم على نص in multiple language at the same time، فبالتالي انت تديله الكونتكست بالانجليزي بيجيب لك الكونتكست المقابل بالعربي، تمام؟ واضح يا جماعة؟ طيب هذه طريقة انه انت لسه احنا ما حكيناش على الانكودر والديكودر. بالمناسبة لسه هنا الانكودر والديكودر مش داخل في الموضوع. الانكودر والديكودر كيف بيشتغل؟ بيشتغلش بالطريقة هذه، بيشتغل بالطريقة هاي. انت عندك انبوت بتطلع فيكتور، الفيكتور هذا دخله للديكودر بتطلع لك بالتارجت لانجويج. لكن الاسلوب اللي هنا استخدمنا الاوتو ريجريسيف جينيريشن وعملنا كونكاتينيشن للانبوت والتارجت لانجويج في نفس الجمله، وفعليا انه ادى نتائج كتير ممتازه، تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح. طيب هذا بنسميه source language وهذا بنسميه target language. طيب نيجي الآن للإنكودر والديكودر نتورك. هذا الإنكودر، فبالتالي أنا عندي input sequence، تمام؟ بروح بعمل الهيدن ستيتس بطلعها لغاية آخر هيدن ستيت، تمام؟ إيش بتمثل أنا عندي؟ بتمثل أنا عندي الانبوت هذا فيكتور اللي راح يكون انبوت للديكودر، فبالتالي آخر هيدن ستيت أنا عندي موجودة هي راح تكون انبوت للديكودر اللي بياخد الانبوت من آخر هيدن ستيت، واللي كل هيدن ستيت راح تمرر للي قبل للي بعديها بهذا الشكل. فبالتالي اخر هيدن ستيت بعمل بريدكشن لاول كلمه، تمام؟ بعديها باخذها كانبوت بعمل بريدكشن للكلمه اللي بعديها، والهيدن ستيتس هذه تباعا انه بتمرر للي وراها. فبالتالي هذا الانكودر وهذا الديكودر، تمام؟ فهذه الخطوات انه الانكودر بدخل له السيكونس انبوت من اكس 1 لاكس ان، بطلع الهيدن ستيتس لغايه اخر هيدن ستيت، الهيدن ستيت هذه بتطلع لي فيكتور باخذها بديها كانبوت للديكودر، واللي يفترض انه يطلع لي الاوتبوت سيكونس بهذا الشكل. فبالتالي هذا الرسمه ممكن نحن نعتبرها كبلوك انه زي هيك، هذا النتورك هذا بلوك انكودر هذا بلوك ديكودر، وهذا عبارة عن context، عبارة عن ايش؟ فيكتور هيدن ستيت، بالضبط اخر هيدن ستيت تبع الانكودر. الانكودر ايش راح يكون؟ RNN. ديكودر ايش راح يكون؟ RNN، ببساطة شديدة جدا جدا.
تمام. فبالتالي الانكودر ممكن يكون سيمبل ار ان ان او ال اس تي ام او جي ار يو، ونفس الشيء الديكودر ممكن يكون نفس الشيء بالضبط. اوكي هيك بنكون خلصنا الانكودر والديكودر. الملخص في الانكودر والديكودر او الملخص في المشين ترانسليشن، احنا في عنا طريقتين في المشين ترانسليشن، بلخص لك اياهم هنا. انه الطريقه الاولى كون كات اس ار سي او سورس اند تارجت تكست، تمام، وبعدين يوز اوتو ريجريسيف ار ان ان تو جينيريت قبل with the input sequence of the source language to generate the sequence of the target language. فبالتالي فعليا انت بتستخدم auto regressive RNN، والتريك انه انت تعمل concat للسورس والتارجت بنفس الجملة، وبطبيعة الحال انه انت هنا with markers هدول، تمام. الطريقة الثانية انه use encoder decoder network او sec to sec. فبالتالي هنا ايش راح يصير؟ انه ال input sequence انه is provided to encoder، واللي هو عبارة عن RNN or LSTM or GRU. طبيعة الحال لازم الانكودر والديكودر يكونوا نفس الاركيتكتشر، يعني استخدمت RNN انكودر استخدم RNN، استخدمت LSTM LSTM، منفعش انه انت تخلط. بعدين انه generate context vector اللي هو عبارة عن last hidden state، بعديها use context vector as input to decoder اللي هو نفس الكلام هذا to generate the sequence in the target language. تمام، هذا ملخص الموضوع. واضح يا جماعة الانكودر والديكودر؟ مبسط. رأي آخر نقطة كيف؟ الماما بتسأل عنك طيب مفهوم الاتنشن. الاتنشن ميكانيزم، حكيت الفكرة في الموضوع ببساطة شديدة جدا، انه الكونتكست فيكتور هذا كله ماخذ نفس الويت،
تمام؟ فبديش انا اديله نفس الويت، بدي انا اركز على شغلات معينه. فبالتالي انه هذه كل واحده فيها مفهوم الاتنشن، انه انت ببساطه انه المعادلات الرياضيه تبعته مش بسيطه، يعني مش بسيطه انه احنا نهضمها ببساطه. الفكره في الموضوع انه احنا بدنا ندي لهذا الفيكتور ويت، بحيث انه يصير في عندي اتنشن بويتس مختلفه حسب السياق. وافضل شغله، يعني بالمناسبه جوجل بدات تشتغل بنظام من النيورال، او جوجل نيورال ماشين ترانسليشن من 2016، ومفهوم الاتنشن مشروح هنا. انت عندك انبوت سيكونس زي ما انت شايف، تاخد هذه عشان تعمل بريدكشن لهاي، بريدكشن اللي هو عباره عن اوتو جينيريشن للانبوت للسيكونس في السورس لانجويج، تمام. بعديها بعد ما تخلص بدك تعمل بالضبط ديكود، انه انت بدك تطلع الاوتبوت هيو نوليدج از باور في التارجت لانجويج. بس لاحظ لي كل مره هنا هذا انبوت سيكونس انه جينيريشن، هنا شايف هذه عباره عن ويتس، شايف الويتس هذه اللي بتكون اغمق بتكون لها ويت اعلى. فبتلاحظ انه كل توكن انت بتعمل له جينيريشن في التارجت لانجويج بيكون الاتنشن الويتس تبعته مختلفه. هنا انت عملت ويت اعلى ل اي 0 اي 1، شوف لما ترجع الرسمه هاي شايف هدول اغمق من الباقي. هنا عملت اتنشن على اي 2 واي 3 وهكذا، تمام؟ واضح مفهوم الاتنشن؟ بيعمل قفزه كتير كبيره انه انت بتركز على شغله معينه في الترجمه، انه يدق لك على كلمه معينه في الترجمه. حتى كذلك انه مستخدم في مودلز عديده، حتى في الكابشننج انه مستخدم، تمام؟ هيك بنكون خلصنا موضوع الانكودر والديكودر والماشين ترانسليشن والاتنشن. في حدا عنده سؤال يا جماعه؟